والله مشروع عدل التنين الحمد لله، يعني في الزياره الاخيره تاع السيد رئيس الجمهوريه بالامس كنا وضعنا الحجر الاساسي لاخر برنامج 14442 وحده سكنيه، هي كانت مخصصه للمكتتبين ذوي الطعون على المستوى الوطني، اكثر من 16000 وحده سكنيه انطلقنا فيها اليوم في 5 جويليه، يعني الامس في 5 جويليه كانت الانطلاقه بوجود السيد رئيس الجمهوريه ووضع حجر الاساس من العاصمه 14442. بهاد العدد راح نطوي ملف عدل، حتى يعني المكتتبين اللي كانت عندهم طعون كلهم السكنات نتاعهم انطلقت الان تقريبا في الانطلاق، المشاريع انتهينا من عدل الاثنين تقريبا 90% من المكتتبين تحصلوا على سكناتهم، يعني المكتتبين اللي قاموا بالتسجيلات في 2013 90% يعني تقريبا من نهاية السنة نوصل إلى 90% يتحصلوا على السكنات نتاعهم، 92% تحصلوا على شهادة التخصيص، يعني راح نمشي في يعني واش انطلقنا فيه الآن راح نمشي به بطريقة أسرع، راح يكون فيه شهادات تخصيص في 5 جويلية، 7000 شهادة تخصيص راح نوزعها في شهر جويلية، نفس الشيء يعني من على يعني تقريبا شهر راح أصحاب الطعون نخليهم يقوموا باختيار المواقع ويدفعوا الشطر الثاني، وهكذا نمشي إلى مرحلة أخرى مع أصحاب الطعون، وبهذا الشيء إن شاء الله من نهاية السنة راح ما يبقاش شيء كثير في عدل اثنين.